النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك صفوة الإسلامي. LG. المناصير للزيوت والمحروقات. العملاق، مش كل من نظف عملاق. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده. المركزية، وكلاء تويوتا ولكزس. سبوي. شيفت، حوالات مالية فورية. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا متابعي طقس العرب الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وصحة. نقدم لكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم الجمعة الخاصة بالمملكة، الحديث حول الأيام القليلة القادمة، وكما نعلم هي مصورة ومسجلة بالمنزل. نبدأ معكم هذه النشرة الجوية باستعراض لأهم محاور الطقس المتوقع خلال الفترة القادمة. ارتفعت درجات حرارة بشكل واضح وملموس نهار هذا اليوم الجمعة بالمقارنة مع الأيام الماضية، وسادت أجواء ربيعية لطيفة غالبا مشمسة في عموم مناطق المملكة، واقتربت الحرارة العظمى في العاصمة عمان والعديد من المدن الأردنية من حاجز 20 درجة مئوية. توقعات الخاصة بالفترة القادمة، توقعات لتأثير منخفض جوي 50 جديد على المملكة مع ساعات نهار يوم الأحد والاثنين. يسبق هذا المنخفض الجوي 50 باندفاع لكتلة هوائية أكثر حرارة وأكثر جفافا من المعتاد صوب المملكة وسائر المنطقة، قادمة من صحراء مصر، كذلك الحال شمال الجزيرة العربية. تبلغ ذروتها هذه الكتل الهوائية الحارة نسبيا على المملكة يوم الأحد، إذ تتجاوز الحارة معدلاتها العظمى المعتادة في مثل هذا الوقت عام بحدود 10 درجات مئوية، لتصل في عمان إلى حدود 30 درجة مئوية، الحديث هنا عن نهار يوم الأحد، وتتجاوز حتى حاجز 35 درجة مئوية في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتقترب حتى في مناطق الأغوار الجنوبية ووادي عربة من حاجز 37 أو 38 درجة مئوية. طبعا هذه الكتل الهوائية الحارة نسبيا تأتي في مقدمة لهذا المنخفض الجوي الخماسيني كما تحدثنا، تحول الأجواء تدريجيا نهار يوم الأحد إلى مغبرة في عموم المناطق نظرا لتوافد هذه الرياح المحملة بالغبار القادم من الصحراء المصرية. توقعات ببداية التأثير الشق الأبرد لهذا المنخفض الجوي الخماسيني مع ساعات نهار الاثنين مع انخفاض ملموس وواضح على الحارة. هذا ما سنلاحظه بعد قليل من خلال الحديث حول درجات الحارة في طبقات الجو المنخفضة من خلال هذه الخرائط، والتي توضح توقعات الحرارة في طبقات الجو المنخفضة خلال الأيام القليلة القادمة. لاحظوا معي هذا الارتفاع التدريجي والملموس في درجات حارة بدءا من هذا اليوم الجمعة وخلال الأيام القليلة القادمة، مما ينعكس على الألوان التي تؤثر على المملكة، حيث نلاحظ معكم هذه الألوان الداكنة تدل على ارتفاع الحارة عن معدلاتها العامة في المملكة لمثل هذا الوقت من العام. كما تحدثنا يبلغ معدل العظمى في العاصمة عمان بحدود 20 درجة مئوية في بداية نيسان من كل عام، في حين تصل يوم الأحد إلى حدود 30 درجة مئوية، في حين تصل يوم غدا السبت إلى حدود 25 درجة مئوية، في حين تبدأ الحارة بالتراجع التدريجي والملموس أيضا اعتبارا من الاثنين، وتزاد هذا الانخفاض صوب وسط ونهاية الأسبوع القادم بمشيئة الله. ننتقل معكم الآن للحديث حول توقعات لهبات سرعة الرياح أو خرائط هبات سرعة الرياح خلال الفترة القادمة فوق المملكة. تحديدا نلاحظ معكم تحول الرياح تدريجيا نهار غد السبت إلى جنوبية شرقية، تنشط هذه الرياح مع ساعات المساء والليل ليلة السبت على الأحد، بحيث تصبح مثيرة للغبار والأتربة فوق العديد من المناطق. هذه الرياح تتحول تدريجيا نهار الأحد إلى جنوبية غربية نتيجة تحرك المنخفض الجوي الخماسيني من داخل الأراضي المصرية تدريجيا نحو الحوض الشرقي المتوسط، وبالتالي الدفع برياح جنوبية غربية محملة بالغبار القادم من الصحراء المصرية نحو المملكة وسائر المملكة والمنطقة. إذا نلاحظ معكم تحول هذه الرياح يوم الأحد إلى جنوبية غربية، وتستمر هذه الرياح بالهبوب حتى يوم الاثنين وهي محملة بالمزيد من الغبار
والأتربة وارتفاع تركيز الغبار في الأجواء. ننتقل معكم الآن الحديث حول توقعات الطقس في العاصمة عمان خلال الليلة القادمة وخلال الأيام القادمة. نبدأ معكم بتوقعات الليلة القادمة. توقعات بأن يطلع ارتفاع على درجات حارة الصغرى مقارنة بالليالي الماضية. أجواء إذن تستمر حتى مع ساعات الليل الأولى نسبيا لطيفة، لكن تتحول مع ساعات الليل المتأخرة بطبيعة الحال إلى مائلة للبرودة. توقعات الخاصة خلال الثلاثة أيام القادمة، نلاحظ معكم المزيد من الارتفاع في درجات الحارة ليوم غدا السبت ويوم الأحد لتصل قرابة 30 درجة مئوية في العديد من أحياء العاصمة الشرقية والجنوبية يوم الأحد بمشيئة الله تعالى، في حين تكون أقل من ذلك بقليل في مرتفعات العاصمة. نلاحظ معكم أيضا تدريجيا مع ساعات نهار الأحد زيادة واضحة في تركيز الغبار في الأجواء. تبدأ هذه الغبار والأتربة المثارة بالتوافد إلى سماء المملكة مع ساعات ليل السبت على الأحد، في حين يتزايد تأثير الغبار في الأجواء نهار يوم الأحد ويستمر حتى يوم الاثنين، بالرغم من أنه سيطرأ انخفاض تدريجي وملموس على الحارة الحديث هنا عن يوم الاثنين، لكن تبقى الأجواء إجمالا مغبرة. وهنا تحذير للإخوة المواطنين اللي معهم أمراض الجهاز التنفسي المزمنة، كذلك الحال أمراض العيون، من أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر نظرا لتوقع ارتفاع تركيز الغبار في الأجواء مع ساعات ليل السبت على الأحد ويوم الأحد وحتى يوم الاثنين بمشيئة الله. كان كل ذلك من هنا من طقس العرب من المنزل. تحية طيبة لكم، اللقاء.